جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم الرقص للنساء في المناسبات. الرقص في مناسبة الزواج وضرب الدف للنساء، ضرب الدف للنساء فيما بينهن سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعلان النكاح. وأما الرقص فإذا كان بين النساء وهو من الرقص المعتاد الذي ليس فيه انكشاف شيء من جسم المرأة، ولا هو من الرقص المعاصر الفاسد، وإنما هو من الرقص المعروف عند نساء المسلمين، فلا بأس بذلك بهذه المناسبة.